السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كل شيء مزيان. ايوا نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. الطبق اللي غنشارك معكم اليوم هو الكفته بالصلصه والخضره، كتجي لذيذه بزاف هذا الطبق، وكنوجدوه بواحد السرعه كبيره، يعني من الاطباق السريعه. الا بغينا هكذا دغيا دغيا نوجدوه شي غديوه سهله، ولا كان ما عندناش الوقت دغيا كتوجد يعني في 10 ديال الدقائق، ما كتاخذش واحد الوقت طويل، وفي نفس الوقت يعني طبق صحي ومتكامل ولذيذ. فكنتمنى دائما يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا اشتراك القناة ولايك الفيديو، ومشكورين دائما دائما بطبيعة الحال. فغادي نمروا ان شاء الله المقادير وطريقة التحضير ديال هذه الوصفة. فعندي هنايا نص كيلو الكفتة 500 غرام، غنحتاج معها شوية البصلة وشوية المعدنوس وواحد البيضة. اول حاجة غادي ندير بيضة، وغادي نضيف ليها هنا شويه د الخبز اللي فسكتو في الحليب، لباب هاد الخبز ولا اربع خبزه صغيره كتقريبا، غتفسكيه في واحد قولوا واحد نص كاس د الحليب ما كاملش، واحد كميه بسيطه د الحليب كنرطبو فيها هاد الخبز. غادي نضيف لها شويه د البصله، عندي هنا واحد البصله كبيره شلطتها، غناخذ غير النص ديالها، والنص الاخر غادي نخدمو به في لاصوص في الصلصه اللي غادي نديرو بها الكفته. هنا نص بصله مشلضه، ثلاثه ديال الدريسات ديال الثومه، غادي نحكهم هنا فوق هذه الكفته، ثلاثه ديال الدريسات متوسطين. فهنا عندنا الكفته، عندنا الخبز اللي رطبناه بالحليب، وعندنا بيضه، ونص بصله مشلضه، ثلاثه ديال الدريسات ديال الثومه، غادي نحكهم بهذه الطريقه. غنضيف لها كذلك شويه د المعدنوس، وغنديروا فيها غير الملحه والبزار. هادشي اللي كاين في هاد الكفته. غادي نضيف شويه د المعدنوس، وغادي نضيف هنا عندي جوج معالق كبار ديال الشابلور، الخبز اللي كيجي محمص ولا بغينا نصاوبوه في الدار ولا كاين كيتباع، شويه د الملحه وشويه د البزار، شويه د البزار وخصنا نخلطو مزيان هاد العناصر مع بعضياتها. فكتحتاج يعني نمزجو هاد المسائل كامله مع بعضياتها، عندنا هنا الخبز والبصله والمعدنوس وهادشي مع الكفته، خصهم يدمجو. ومن بعد غادي نشكل كويرات، كويرات اللي كيجيو شويه متوسطين في الحجم ديالهم، وكيبقى اختيار يعني يمكن لك ديري الحجم اللي بغيتي دير هاد الكويرات. فغادي نمزج كما قلنا مزيان، ونشكل كويرات ديال الكفته بهذه الطريقة، كدمجي مزيان. غنجيب شي حاجة فاش غنزل هاد الكويرات ديال الكفتة، ونفزق يدي بشوية الماء، ضروري كنفزقو يدينا باش ما تلصقناش هاد الكفتة في يدينا، وكتجي سهلة باش نشكلو الكويرات ديالنا. نجيب هنا واحد البلاطو، كنحتاج كذلك واحد شويه ديال الطحين فورس. صافي غنبدا نشكل الكويرات في هذا الحجم، وكندوزهم في الطحين، كنديرهم في الطحين، غنزل من بعد غندوزهم ديك الطحين ونغربلهم من باش ما يبقاش فيهم الزايد، ونستفهم في هذا البلاطو. ومن بعد غادي نمشيو نصاوبوا لاصوص اللي غطيب لنا فيها الكفته اللي كتجي لذيذه بزاف. فجربوا الطبق ما غتندموش عليه، طبق اللي كيجي لذيذ وسريع دغيا كنوجدوه، ومختلف يعني دائما كنديروا ديك الكفته بنفس الطريقه، فهنا كنبدلو شويه في الاطباق ديالنا. فهنايا درت في واحد الطنجره واحد المزيج ديال زيت الزيتون مع زيت المائده، واحد الكميه ديال نص كاس صغير كنخلطو دائما انا بين زيت المائده وزيت الزيتون. وغادي نحمروا هذه الكفته على جوج جهات، بعد ما حمرتها غادي نحيدها نحطها في واحد الطبسيل على جنب، وغادي نحتفظ بديك المرق ديال هذه الكفته اللي غادي ندير فيه لاصوص. دابا هي محمره من برا ولكن باقا ما طيباش من الداخل، مازال غادي تكمل الطياب ديالها في لاصوص. هنايا غادي نزيد البصله اللي خلينا قبيله نص بصله،
مع عندي هنا فلافل بالالوان، فلفله حمراء وخضراء وصفراء، فغير نص فلفله نص فلفله من هذوك الحمراء والصفراء والخضراء، واحد فلفله وحده. وكيمكننا نكتفيو بفلفله وحده يعني باللي متوفر عندنا، هي غير ديك المذاق الفلفله هو اللي كيجي زوين في هاد لاصوص. هنا عندي مطيشه، 4 ديال المطيشات كبار حكيتهم في المحكه المطيشه، وزدت معاهم واحد المعلقه ديال صوص طوماط، معلقه واحده كبيره ديال لاصوص طوماط، خلطتها مع صلصه ديال المطيشه، وغادي نشحر هنا شويه. من بعد غادي نجيب البطاطا اللي قطعتها الحجم ديالها شويه صغير، والشامبينيون، هادشي درت مع هاد الكفته كتجي لذيذه بهذه الطريقه. هنا شويه شامبينيون، واحد لاطه ديال الشامبينيون، صفيتهم من الماء وزدتو هنا في لاصوص. البطاطا كذلك قطعتها الحجم ديالها صغير غير باش كطيب لينا دغيا، ملي كنقطعوا الحاجه صغيره دغيا كيدخل عليها الطياب. هنا غنضيف واحد شويه ديال الزعتره اللي كتبقى اختياريه، انا كتعجبني المذاق ديال الزعتره مع هاد لاصوص ديال الكفته، كتجي لذيذه بزاف. فيمكن لك تعوضيها بحاجه اخرى، بالحباق ولا بازير ولا بلاش، يعني تبقى غير بديك المذاق ديال المعدنوس اللي عندنا في الكفته. شويه الزعتر، اي حاجه يمكننا نديروها بلاصه الزعتره، شويه الملحه، وشويه البزار في هاد لاصوص. هادشي اللي فيها، فيها غير شويه الزعتره والملحه والبزار. صافي دابا غادي نجيب ديك الكفته ونرجعوها هنايا نستفوها فوق من فوق هاد الصلصه اللي عندنا فيها مطيشه وفلفله والبطاطا والشامبينيون، غنحاولوا نستفوها هكذا، وغادي نغطي عليها ونزيد لها شويه ديال الماء سخون ونخليها تطيب. فكنتمنى تعجبكم الوصفه ويعجبكم الطبق، وما تنساوش ديروا اشتراك القناه ولايك الفيديو. مشكورين دائما بطبيعه الحال، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.